الشيخانون الباب الدعوة لعقد الجلسة الثالثة بعد الاستدعاء الثاني من أجل انعقاد دورة الصغر يعني جميع أنه هذا الاجتماع هذا يعقد بمرحلة. إذن قضية النساء غير مطروح غير مطروح نهائيا، فلهذا افتتح هذه الجلسة هذه. وكما هو معلوم اليوم الرئيس تغير مرة أخرى عن هذه الدورة، فأظن كلمة جدكم شنو هو القرار اللي غادي تاخذوا فيما يخص هذه الجلسة الأولى من دورة أكتوبر، لأن الرئيس خصو هو اللي يدير العرض ديالو، هو اللي خصو يقدم واحد العدد نتاع المعطيات خاصة بالدورة السابقة، فلهذا وقفي اليوم. إذن أفتح باب التكفلات للإخوة نواب المستشارون لنأخذ رأيهم في النازلة.